ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة حلوة هتعجبكم. احنا دلوقتي ان شاء الله هنحط معانا كوباية لبن، كوباية دقيق، نص كوباية زبدة وبيضاية وفانيليا، انا معلقتين سكر وذرة ملح واكيد نوتيلا. دلوقتي هنجيب طبق غويط والمضرب طبعا، واول حاجة هنحطها الحاجات اللي هي السايلة كلها دي. وهنا هحط الدقيق كده، خلاص اندمجت مع بعض. وناخدها بقى على البوتاجاز، مش هنعلي النار قوي عشان ما تتحرقش، بس هي طبعا هتكون خفيفة مش سميكة، وهنمشي عليها بالراحة كده اهو. احنا بكده عملناهم، وهنبتدي بقى معاكم هقطعهم. انا كده جبت كيس قطعته وحطيت فيه حبة نوتيلا، وبكده انا حطيت ايس كريم للتزيين، ويا رب يعجبكم.